السلام عليكم ورحمة الله. أخبار 11 من 218 وهذه أبرز عناوينها. قوات الجيش تواصل التقدم في المحور الغربي في بنغازي. ماتيو رينزي: لن نندفع إلى تقديم خطط عسكرية بشأن ليبيا. بان كي مون: مستقبل ليبيا على المحك. أهلا بكم إلى التفاصيل. لا تزال المعارك مستمرة ببنغازي مع تقدم واسع لقوات الجيش على الأرض سيطر فيه على أهم مواقع المتطرفين، حيث كانت هذه المواقع بمثابة القلاع المحاصرة للمدينة. فبعد أن تم السيطرة على مزرعة أبو بكر يونس جابر وبوابة مالك، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على كتيبة رافال الصحاتي وكتيبة 17 فبراير التي تعد من أهم مراكز القوى لدى الإرهابيين. كما أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة منذ قليل عن سيطرة الجيش على مصنع الإسمنت. بنغازي التي انتظرت طويلاً لحظات تحرير مناطقها من المتطرفين، ها هي تمزج الفرح بالموت المستمر. فبعد الإعلان عن تحرير منطقة الليت التي هي من أكبر المناطق ببنغازي وتمتد من الجنوب الغربي حتى جنوب شرق المدينة، والمناطق التي كانت ساحة المعارك فيها هي شارع البطاس وشارع الحجاز ومربع نبوس وسوق العام والليت القديم وفيلات الخليج التي تمت السيطرة عليها بالكامل، غير أنها تفقد كل يوم من أبنائها جراء تلغيم المنازل من قبل المتطرفين. فتدفق الأهالي إلى مناطقهم أنساهم بأنهم في حرب مع إرهاب هدفه حصد أكبر عدد من الأرواح دون استثناء، وأمام عمل مستمر من فرق الهندسة العسكرية التي رغم قلة الإمكانيات إلا أنها لم تدخر جهدا في محاولة تنظيف هذه الأماكن، ومع ذلك لم تنجو منازلهم من السرقة والاعتداء حتى بعد تحريرها من ضعاف النفوس، الواقع الذي فرض على الداخلية أمرا كان من المفروض القيام به منذ البداية، وهو تشكيل قوة أمنية لحماية أملاك الناس وملاحقة الخارجين عن القانون. تقدمت قوات الجيش في كل المحاور التي كانت تطوق المدينة وتطبق على أنفاسها، فكان لها التأثير الكبير في استعادة أكبر معاقل المتطرفين. فقد كانت البداية في المحور الشرقي والشرقي الجنوبي، حيث معسكر 36 ومعسكر 319 وطريق النهر وشارع الوادي ومنطقة بوعطني بالكامل ومنطقة سفرج، وأهم بوابة لديهم بالمحور بوابة مالك، ليفتح الطريق أمام تقدم الجيش إلى المحور الغربي الجنوبي المتمثل في سوق السعي ومزرعة أبو بكر يونس ومسجد السيدة عائشة وإدارة مشروع النهر، ومن ثم السيطرة على مستشفى الهواري العام بكل مبانيه ومستشفى النفسية ومشروع الصفصفة. وهكذا سقطت من أيدي المتطرفين أهم معاقلهم بالمحور وهي كتيبة رف الله صحاتي. ولم يكن المحور الغربي الشمالي بمنأى عن تقدم قوات الجيش منذ البداية، حيث تمت السيطرة فيه على ميناء المريسة وقطع أهم شرايين الإمداد لديهم ليتقدم الجيش فيسيطر على الحي الجامعي والقرية السياحية ومنطقة تيكا والفعكات ومحاصرة جامعة بنغازي، لتصل إلى إعلان السيطرة على معقل آخر يعني الكثير لهم في المحور الغربي الجنوبي وهي كتيبة 17 فبراير. وتستمر المعارك في منطقة الجوارشة وقنفودة التي ترتبط السيطرة عليها بالمعارك الدائرة بمصنع الإسمنت المحاصر بالكامل، والذي يمثل بوابة عبور إلى هذه المناطق ومحاصرة هذه الجماعات بنقطة واحدة. ورغم أن قوات الجيش استطاعت أن تسيطر بنسبة 95% على المدينة، كما أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، إلا أن محور الصبري وسوق الحوت الواقع في الشمال الشرقي لا يزال يشهد معارك عنيفة مع إحكام الجيش سيطرته على ميناء بنغازي البحري ومبنى الجوازات مرورا بمحكمة الشمال، والتوغل في العديد
من الشوارع بالمنطقة. وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة اللواء محمد المدني الفاخري بأن الشعب الليبي قادر على مواجهة تمدد داعش في حال تم توفير الأسلحة والإمكانيات التي تكفل تنفيذ هذه المهمة. وفي تصريحات صحفية تحدث الفاخري بأن الجميع يدرك بأن الحرب على الإرهاب هي حرب عالمية يشارك وينسق فيها الجميع، لكن وجود قوات مسلحة أجنبية هو أمر يوازي الاستعمار، مضيفا أن الليبيين قادرون بأنفسهم على مواجهة داعش والتصدي لتمدده على التراب الليبي دون مساعدة خارجية في حال تم توفير الأسلحة والذخيرة اللازمة لذلك. وقدر الفاخري عدد أعضاء التنظيمات الإرهابية في ليبيا بحوالي 10,000 مقاتل، مؤكدا في الوقت ذاته قدرة الشعب الليبي في القضاء عليهم حال توفرت الإمكانيات، مؤكدا صعوبة التحرك والعمل في الوقت الراهن بشكل فعال لترامي أطراف الدولة الليبية وقلة الإمكانيات المتاحة لعناصر الأمن. إلى درنا، حيث تشهد المدينة كسائر المدن الليبية انقطاعا في التيار الكهربائي لفترات طويلة، الأمر الذي انعكس على الحياة، فأصبح ضجيج المولدات الكهربائية بمثابة متلازمة يومية تصاحب حياة المواطنين في المدينة، كما تشكل أزمة نقص السيولة في المصارف وغياب غاز الطهي والوقود إحدى المشاكل التي تواجه سكان المدينة، التي لا تفارقها أيضا أصوات قصف الطيران نتيجة وجود تنظيم داعش في أطراف المدينة وما يقوم به من أعمال تؤرق حياة المواطنين. أكد رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي بأن بلاده لن تندفع إلى تقديم خطط عسكرية بشأن ليبيا، رافضا ما تردد عن تكهنات عقب مقتل 2 من الرهائن الإيطاليين مؤخرا في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا. وأضاف رينزي بأن الفصائل المتناحرة في ليبيا تحتاج في البداية إلى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية بوساطة الأمم المتحدة، والتي يتعين عليها بعد ذلك طلب المساعدة الدولية لمحاربة تنظيم داعش، وعندئذ فقط وبعد إجراء تصويت برلماني يمكن أن تتدخل روما، محذرا من أن هذا الوقت ليس وقت المقامرات بل هو وقت يتطلب التدبر والحكم على الأمور بصورة صائبة. نبقى في إيطاليا، حيث دعا نائب في البرلمان لفتح تحقيق مع مسؤولي الدفاع والخارجية في الحكومة الإيطالية لمعرفة ملابسات مقتل 2 من الرعايا الإيطاليين وإطلاق سراح 2 آخرين في ليبيا. وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ جاسباري إن الحكومة تتصف بالتكتم وعدم المصداقية، فكل ما تقدم عليه يتمثل بمواقف تتعارض والسياسة الأمنية في منطقة المتوسط، مضيفا أنه من المدهش أن تعتقد الحكومة بأنها ستنفذ بجلدها من خلال جلسة استماع للجنة البرلمانية لأمن الدولة حول ما حدث في ليبيا، فمن الضروري الحصول على إجابات فورية خلال اجتماع لجنتي الدفاع والخارجية بالبرلمان على غرار ما فعلنا في الماضي في حالات مماثلة، مشددا على دعمه لكافة الانتقادات التي تم توجيهها لجهاز الاستخبارات الإيطالي الذي لا ينشر أي تفاصيل عن طبيعة العمل الذي تقوم به العناصر المنتسبة للجهاز في ليبيا. هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن مستقبل ليبيا على المحك وستتردد أصداؤه على مدى بعيد، وإننا نواجه في هذه اللحظة آفة داعش المروعة التي تتوسع في ليبيا وتمتد منها إلى مناطق أخرى. واعتبر بان كي مون خلال خطاب ألقاه مساء الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن النجاح في تحقيق استقرار ليبيا ستستفيد منه أيضا منطقة الساحل وما وراءها، مؤكدا أنه يشعر ببالغ القلق إزاء الحالة في ليبيا، وأن الأمم المتحدة لديها تقارير مزعجة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك تجاوزات جسيمة قد ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب. وأضاف أنه يجب على الجميع الجهات التي لها نفوذ أن تسخره لتهدئة الوضع ووقف القتال، وإن معالجة الأمر تتسم الآن بعدم المسؤولية على نحو خطير. توجه فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عصر اليوم إلى العاصمة الأندونيسية جاكرتا للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية 5 تحت شعار الاتحاد من أجل الحل العادل، والذي تستضيفه أندونيسيا يومي 6 و7 مارس الجاري بمشاركة 44 دولة إسلامية.
وكان السراج قد تلقى دعوة رسمية لحضور القمة تسلمها الأسبوع الماضي خلال لقائه السفير الأندلسي في تونس. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف المستشار الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي فتحي بن عيسى. سيد فتحي، أهلا ومرحبا بك. أولا دعني أبدأ معك بأن هذه القمة تتعلق بفلسطين، فهل هذا التوقيت مناسب لمثل هذه الزيارة لفايز السراج؟ مرحبتين، لو سمحت عود للسؤال لأني ما سمعتهاش بشكل واضح. نعم، سألتك سيد فتحي عن أن القمة تتعلق بفلسطين، هذه القمة في أندونيسيا، فهل هذا التوقيت مناسب لمثل هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج؟ بداية مرحبتين بك وبالسادة المشاهدين. فعلا هذه القمة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وأسمح وأعتبر أن هذا توقيت الزيارة هو توقيت مناسب جدا للأسباب التالية. لعلنا نرجع معا جميعا إلى سنة 1948 عندما كان الليبيون يناضلون من أجل استقلال بلادهم، فنادى نداء فلسطين، فلبوا نداء فلسطين وعلمونا ألا نترك واجب على حساب واجب آخر. والسيد فايز السراج يسير على هذا النهج، وأراد بمشاركته في هذه القمة أن يرسل رسالة مفادها أن الليبيين رغم ما يعانونه من ألم ورغم ما يعانون المعاناة وحربهم على الإرهاب ومعركتهم من أجل بناء الدولة، إلا أن فلسطين حاضرة في أذهانهم كما كانت حاضرة في أذهان أجدادهم وأبائهم. طيب، البعض يرى سيد فتحي بأن السراج تسرع في قبول مثل هذه الدعوة لتمثيل ليبيا والحكومة لم تعتمد بعد من مجلس النواب الليبي. دائما هذه الفرضية تقال وتنتشر بشكل واسع سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض المواقع الإخبارية أو الصحف. هنا أحب أن أوضح وأصحح، المجلس الرئاسي هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق السياسي، والاتفاق السياسي تم الاعتراف به من قبل مجلس النواب، ومجلس النواب أخذ خطوات عملية في هذا الاعتراف من خلال قبوله للتشكيل المقترح الأول للحكومة، ثم طلب التعديل، ثم طلب عرضه مرة أخرى. ومثلا السيد الرئيس أمام مجلس النواب بصفته رئيسا للمجلس الرئاسي، إذن مجلس النواب يعترف ويتعامل مع المجلس الرئاسي بهذه الصفة. وإذا عدنا للاتفاق السياسي فإننا نجد من ضمن الصلاحيات والاختصاصات التي منحت للسيد رئيس المجلس الرئاسي هي تمثيل ليبيا في المحافل الدولية. إذن لا يوجد أي خطأ بروتوكولي ولا يوجد أي تجاوز. المجلس الرئاسي شيء وحكومة الوفاق شيء آخر. إذا المجلس الرئاسي كلف بتشكيل حكومة، والحكومة الآن في طور موضورة أمام مجلس النواب بانتظار قراره سواء سلبا أو إيجابا. طيب سيد فتحي، هل فعلا إصرار المجتمع الدولي على تمرير حكومة الوفاق يأتي لكي توقع على طلب تدخل الدولي هذه الحكومة بشكل مباشر؟ خلينا نحكي بكل وضوح وبشفافية بعيدا عن لغة العواطف. التدخل الدولي لا يحتاج إلى إذن من أحد، وهذا تم ممارسته عمليا. الطيران الأمريكي يقصف متى يشاء وأينما يشاء دون إذن من أحد. أيضا القوات الأمريكية اعتقلت أبو أنس من وسط طرابلس دون إذن من أحد، واعتقلت أبو ختالة من بنغازي دون إذن من أحد. فقضية أن حكومة السيد فايز أو أي حكومة تأتي بعدها الهدف منها أن توقع على قرار التدخل الأجنبي هي مبالغة يرفضها الواقع، وعمليا لا مبرر لها. ولعل عملية خبرات الأخيرة خير شاهد، وقبلها العمليات التي تمت سواء كانت في سرت أو في درنة أو حتى في طرابلس أو في بنغازي، كلها تدخل أجنبي لم ينتظر من أحد. الأجانب إذا أرادوا شيئا خصوصا في ظل هذا الوضع المتمزق، لعل وعسى عندما تكون هناك حكومة نستطيع أن نحاسبها، عندما تكون حكومة واحدة نستطيع أن نحاسبها في حالة انتهاك السيادة الليبية. أشكرك جزيلا، كنت معي من القاهرة فتحي بن عيسى المستشار الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، شكرا جزيلا لك.
استنكر بيان لحكومة الإنقاذ تصريحات كل من كوبلر والدباشي أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة. وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بوزعكوك أعلن مساء الجمعة إقالة مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من منصبه المعين فيه من قبل الحكومة المؤقتة، قائلا إن الدباشي لا يمثل إلا نفسه وإن على الأمم المتحدة احترام خيار الشعب الليبي. ويأتي القرار بعد ساعات من خطاب الدباشي الذي قال فيه إن مسؤولين في طرابلس يدعمون الإرهاب، مضيفا أن حكومة الإنقاذ ليس لديها جيش وأن الجيش الليبي الحقيقي هو الذي يحارب الإرهابيين في بنغازي. عقد وزير الصحة رضا العكلي مؤتمرا صحفيا بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين حول وضع القطاع الصحي في ليبيا. عرض الوزير خلال المؤتمر مشاكل القطاع متحدثا عن الحلول الواجب اتخاذها بمعية منظمة الصحة العالمية، موجها رسالة للمجتمع الدولي لتعجيل التدخل لفائدة المستشفيات والعيادات في ليبيا وتمكين الوزارة من ميزانية المستلزمات الصحية في أقرب وقت ممكن لتنفيذ خطتها والتعامل بجدية مع هذا الموضوع. هل تعلمون أن المستشفى النفسية في بنغازي وفيه أكثر من 200 حالة نفسية؟ كان المستشفى وقع في منطقة الاشتباك جنب الهواري، فتم نقل هؤلاء المرضى إلى مدرسة، ولنا أكثر من سنة نحاول أن نجد بديل، وأحد هذه البدلاء هو بناء مستشفى جاهز سموها بريفاب هوسبيتال في بنغازي بقيمة 1.5 مليون يورو فقط. للأسف إلى هذه اللحظة لم نتمكن من توفير ميزانية لإنشاء ذلك المستشفى الجاهز الذي يجب أن يكون متكامل في خلال 60 يوما من فتح الاعتماد، لأن المجتمع الدولي يعني اختار أن يتناسى المأساة الإنسانية التي التي نراها أمامنا في ليبيا اليوم. كان لدينا حوالي 3000 سرير في المستشفيات، يعني قادرين أن نعالج 3000 مريض في داخل المستشفى في الليلة الواحدة. اليوم عدد الأسرة لا يزيد عن 700، ذلك بسبب إقفال أو تدمير عدد من المستشفيات في أثناء الحرب ضد الإرهاب. كما ذكرت أن هنالك من الدول عديد من الدول معترفة، لم تكن جميع الدول معترفة بالحكومة المؤقتة ولديها أموال مجمدة، ولكنهم يرفضون تسييد تلك الأموال. فعلا هم مقتنعين أن يجب أن التصرف في هذه الأموال عن طريق حكومة وفاق وطني. الآن المجتمع الدولي يقول لا، نبغى حكومة وفاق وطني أخرى من نوع ثاني. فإذا كان كل دولة تمسكت بهذا المبدأ، بهذه الحجة الواهية التي ذكرناها، للأسف من يدفع الثمن هو المريض الليبي والجريح وحالات الأورام التي لا نستطيع توفير العلاج له. ف1% من الأموال المجمدة في العالم ككل تكفينا لشراء أدوية لمدة سنوات. للأسف عندنا نحن فاقد كبير في ميزانية الإمداد الطبي في ليبيا لأسباب عديدة. ميزانية الإمداد الطبي في ليبيا حوالي 1.2 مليار في 2012 في ليبيا كانت، يعني حوالي 1 مليار دولار. لكن الآن إذا استطعنا أن نتحكم في هذه الميزانية بشفافية المنظمة الصحة العالمية، أنا متأكد نحن لن نحتاج أكثر من 300 إلى 500 مليون دولار، أقل من ثلث أو ربع أو نصف القيمة حيكون كافي لشراء الدواء للشعب الليبي لمدة سنة كاملة. كسلطة رابعة، المسؤولية الآن الإنسانية عليك منتو أن توصل هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي وإلى حكوماتكم، لأن بعد هذا أنا شخصيا لا أستطيع أن أفعل أي شيء ثاني. تكلمنا في منظمة الصحة العالمية وطلبنا برفع درجة الخطورة في النظام الصحي في ليبيا إلى الدرجة الثالثة، ولهذه اللحظة ننتظر القرار من جنيفا. اتصلنا بالسيد مارتن كوبلر وعدد من السفراء العالم بما فيهم أمريكا ودول أوروبا والاتحاد الأوروبي، لم يأتينا حل لهذه اللحظة. المسؤولية الإنسانية لحاجة الشعب الليبي بين إيديكم اليوم، وأرجو منكم أنكم تساعدوني توصلوا الرسالة لا أكثر ولا أقل.
أفاد بلاغ رسمي عن قيام دورية عسكرية بإيقاف شخص تسلل من ليبيا إلى تونس بالمنطقة العسكرية العازلة بجهة القصر بالذهبة من ولاية تطاوين. ونقل البلاغ عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني أن المذكور لا يحمل وثائق هوية وأنه كان مصابا على مستوى أسفل القدم اليمنى، مضيفا أن الموقوف صرح بأنه تونسي من منطقة عمدون من ولاية باجة، كان يعمل في وازن، وأن سوء تفاهم جد بينه وبين مشغليه تطور إلى اتهامه بالإرهاب وإطلاق النار عليه، مما اضطره للعودة إلى تونس خلسة نظرا إلى عدم حيازته لجواز السفر حسب قوله. وقد تم تسليم الموقوف إلى الجهة المختصة لمزيد من التحري معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا افتتاح معارض لعديد التخصصات في كلية الزراعة بطرابلس، قوات الجيش تواصل التقدم في المحور الغربي في بنغازي، ماتيو رينزي لن نندفع إلى تقديم خطط عسكرية بشأن ليبيا، بان كي مون مستقبل ليبيا على المحك. أهلا بكم من جديد. أكد مسؤول في البريد للاتصالات داخل مدينة بني وليد لـ 218 عودة خدمة الاتصالات والإنترنت بعد غيابها لمدة يومين عن المدينة على إثر انقطاع مفاجئ في خدمة اتصالات ليبيانا والمدار والإنترنت. نبقى في بني وليد، حيث تفقدت لجنة الإشراف التابعة لجهاز التنمية وتطوير المدن فرع المنطقة الوسطى المرقب عددا من مشاريع صيانة المقر والمباني الحكومية بالمدينة، والتي تقوم بعض الشركات الوطنية بصيانتها وتجهيزها واستلامها في المدة المحددة. وأوضح رئيس المجلس المحلي بني وليد علي النقراط بأن العملية البناء والصيانة نفذها جهاز تنمية وتطوير المدن فرع المنطقة الوسطى وبرعاية المجلس المحلي للمدينة، كما تضمنت الزيارة مشروع صيانة وتحوير مستشفى بني وليد العام ومستشفى النساء والولادة ومشروع صيانة مقر مبنى المجمع الإداري ومشروع المدرسة النموذجية، إضافة إلى مشروع الشركة الصينية وبعض المدارس الجديدة التي ينفذها الجهاز. أقيم بكلية الزراعة جامعة طرابلس حفل افتتاح لمعارض عدد من التخصصات في الكلية تحت شعار الزراعة بيتنا وغذاؤنا. هذا الحفل جاء تزامنا مع إحياء الكلية الذكرى 50 لإنشائها، حيث شهد الافتتاح حضور عدد من طلاب وخريجي الكلية طيلة السنوات الماضية، إضافة لوزير التعليم العالي بحكومة الإنقاذ الوطني. هذه مناسبة يعني من يهتم بالزراعة هي مهمة بالنسبة لنا، 50 سنة على تأسيس كلية الزراعة. هذا المعرض يضم أجنحة لكل أقسام الكلية، 11 قسم، بالإضافة إلى المشاركين مراكز بحوث ووزارات وشركات خاصة وعامة. حقيقة يعني شبابنا البارحة قبلوا بلاء حسن في إعداد هذا المعرض، كما ترون هناك يعني فعلا جهد مبذول في هذا الأمر. والحقيقة يعني مضت مدة طويلة، سنوات الآن لم يقم معرض في الكلية بهذا الحجم ولا بهذه الإمكانيات. في هذا المعرض اليوم هو الحقيقة ناتج لمجهود كبير جدا من مختلف الجهات، سواء كانت داخل أو خارج الجامعة، وهذا يؤكد على مدى تفاعل الجامعة مع المجتمع وتبني القضايا التي يعاني منها المجتمع،
فالحقيقة أنا ممتن جدا جدا مما أراه من معروضات داخل الجامعة ومن أنشطة وفي داخل هذا المعرض في كلية الزراعة، والذي يأتي طبعا بمناسبة الذكرى 50 مرور 50 سنة على إنشاء كلية. كلية لا شك أن لها دور رائد، نتمنى أنها تقوم بدور أكبر في مجال الغذاء ومجال القضايا الزراعية بصفة عامة والأوبئة وغيرها. عقد في مدينة أوباري الاجتماع الأول للجنة الأزمة بحضور عدد من أعضائها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية تختص الأولى بحصر الأضرار والثانية بحصر النازحين وجهود الإغاثة، بالإضافة لتشكيل لجنة إعلامية للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الأضرار التي طالت مختلف المرافق بالمدينة. وتقرر في نهاية الاجتماع أن تباشر اللجان عملها كل في مجالها واختصاصها لمعالجة الملفات العالقة وتكثيف الجهود التي من شأنها إعادة الاستقرار للمدينة. تجتمع اللجنة لحصر الأضرار التي نتجت عن أحداث أوباري في الفترة السابقة ومساعدة النازحين في العودة لمنازلهم وتوفير احتياجاتهم العاجلة من تموين وتوصيل الكهرباء والمياه وحصر الأضرار العامة اللي وقعت داخل منطقة أوباري، مزارع ومساكن وبنية تحتية مرافق العامة. الآن جولة في الأضرار التي تكبدها هذه المنطقة من في الاشتباكات التي حدثت في السنة ونصف التي دارت فيها اشتباكات، والآن الشباب كلهم حيوية ونشاط وكلهم في صيانة وكله في تخصصه. احنا الآن منظر جماعة شباب الكهرباء وهم يصنون الأسلاك الكهرباء في حي جنب القلعة توباري، وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله نزور مواقع أخرى لنروها للعيان. زار رئيس لجنة الأزمة بشركة البريغا لتسويق النفط ميلاد الهجرسي محطة الوقود بغات، واطلع على الآلية التي تقوم بها مشرفو المحطات بتوزيع وحجز الوقود. كما ناقش في اجتماع له مع المجلس البلدي غات ومدراء المحطات والحكماء سبل حل مشكلة غاز الطهي وكافة المحروقات ومشتقات النفط في المدينة. وهو وضع آلية وخطة لضمان استمرارية تزويدات بلدية غات العمل دوما، يعني بنقول المحطه لما يفتح تطلب هذا تدخل لجنة أزمة الوقود بشركة بريغا تسويق النفط لوضع الإجراءات والتدابير لحل أزمة الوقود ببلدية غاد. طبعا الفترة الماضية بالتواصل مع السيد أبو بكر الفقي والسيد محمد العجيلي، أبو بكر الفقي طبعا رئيس لجنة المصالحة ومحمد العجيلي آمر القوة المحايدة، بالتواصل معه وأخبرناه بضرورة تزويد بلديتي غات وأوباري بالوقود لحل أزمة الوقود في هذه البلديات. الحمد لله تمكننا بعد سنة وسبعة أشهر من تزويد بلدية غات بكمية تقدر ب 420 ألف لتر من الوقود موزع على 5 محطات العاملة ببلدية غات، كذلك محطي 2 من محطات ببلدية أوباري. الآن الحمد لله الأزمة في طريقها للانفراج. اجتماع اليوم أجبرنا طبعا في الفترة الماضية أجبرنا للذهاب للمجيء لبلدية غات لاجتماع مع المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي ومشرفي محطات الوقود والجهات الأمنية وحرس المنشآت النفطية الذي موجود ببلدية غات لوضع آلية عمل تضمن استمرار تزويد بلدية غات ووضع الترتيبات عند المحطات.
أقامت منظمة مبادرة التغيير السلمي ورشة عمل برعاية المجلس البلدي البوانيس، وكانت تحت عنوان السلام الاجتماعي والتنمية المحلية بالبلدية، والتي استمرت على مدى يومين. وقد شارك في هذه الورشة أعضاء من المجلس البلدي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وبعض من موظفي البلدية وممثلين عن مجلس الحكماء والشورى بالبلدية. رمضان كريم المدرب التوجيهي بالمنظمة ألقى عدة محاضرات متخصصة اهتمت بعدد من المحاور، من بينها السلام الاجتماعي والتنمية المحلية وإنشاء الشراكات لتحقيق السلام الاجتماعي وبناء العلاقات وإشراك المجتمعات المحلية وتقييم احتياجات التنمية والسلام الاجتماعي، بالإضافة لتخطيط وتحقيق السلام الاجتماعي والتواصل مع الموظفين ومراقبة وإدارة التوترات. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اختتام سباق الرالي في الزنتان. قوات الجيش تواصل التقدم في المحور الغربي في بنغازي. ماتيو رينزي: لن نندفع إلى تقديم خطط عسكرية بشأن ليبيا. بان كي مون: مستقبل ليبيا على المحك. أهلا بكم مجددا. أقامت جمعية البيت الأصيل بمقر الجمعية معرضا للأسر المنتجة بمنطقة النزيلة بالجديد، واحتوى المعرض على أجنحة لمشغولات الصوف والأكلات الشعبية والمقتنيات وأدوات الزينة من الفضة المستخدمة قديما. عائشة معتوق رئيسة الجمعية قالت إن الهدف من المعرض هو مشاركة الأسر المنتجة والتي تحتفظ بإنتاجها داخل بيوتها من أجل عرضها للجمهور وإظهار قدرة النساء في إنتاج مختلف القطع والحلي والملابس الصوفية. قاعد حلباي. المصنوعات مختلفة، في نباتات زينة، فيها التطريز اليدوي، التطريز السورية، احنا عندنا سورية المطهر ولا سورية المدام، يعني في اللبس الشعبي عندنا مأكولات، مواد غذائية، خل التمر اللي هو بما فيه خل التمر او انواع من الحلويات او انواع من البسكوتات او الهريسة. انطلقت بجبال أكاكوس أولى سباقات رالي أكاكوس والبحيرات برعاية غروب فزان، وهو سباق القدرة وقوة المحركات الذي من النادر إقامته في ليبيا، حيث شاركت فيه 18 من 55 سيارة مشاركة في الرالي. وقد فاز بالمركز الأول رمضان الصمدي من فريق مصراتة بعد أن تجاوز 310 صعودا، والثاني تحصل عليه المتسابقان حسين العاطلة وأحمد التير من فريق مصراتة أيضا بمسافة 250 مترا، والترتيب الثالث من نصيب علي عطية من مجموعة سوكنا. قام نادي الزنتان للرياضات الميكانيكية واتحاد شباب الزنتان بتنظيم سباق الرالي الثاني لاستعراض المهارات في فئات الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي. وشهد الرالي مشاركة عدة فرق وأندية من الزنتان وطرابلس والزاوية وصبراتة وصرمان وباقي المناطق الغربية. كانت نقطة التجمع في بوابة بير عياد، ثم التوجه إلى مقر نادي الزنتان للرياضات الميكانيكية قبل الانطلاق إلى حلبة السباق في المنطقة المسماة مرقب الذيب. وشهد اليوم الأخير منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة في استعراض المهارات والسرعة، وأبدى المنظمون والمشاركون والحضور رضاهم التام عن هذا الرالي من حيث التنظيم الجيد وعدد المشاركين. Thank you.
رئيس زنتان للرياضات الميكانيكيه، وانا احد المشاركين من المنطقه الغربيه منطقه زلطن، واسمي محسن مسعود درباله. نشكر شباب الزنتان على هذه الفرصه اللي اتاحتنا للمشاركه. اليوم من جميع المناطق جت الشباب والحمد لله يعني نتواصلوا، هذا اهم شيء هو في البطوله هذه، ما فيهاش اي شيء ما عدا ان احنا نتواصلوا ونهدرزوا ونتعرفوا، الشباب يتعرفوا على بعض ونزيدوا يتواصلوا، كلها شباب، كلها شباب ليبيا، ما فيش حد غريب من برا. وطبعا قدام شيء فيه باذن الله ماشيين في المشوار، مش حنوقفوا ان شاء الله، وكل مره في حاجه جديده وكل مره في موضوع جديد، وهو هذا هدفنا، يوم في رحله، يوم في بطوله، يوم في رالي، يوم كذا، الحمد لله يعني ان شاء الله بشويه بشويه لين تيسر الامور. وإلى سوريا، حيث قال يانس لاركي المتحدث باسم المكتب للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، قال إن قافلة مساعدات غذائية وإمدادات أخرى تحركت من دمشق متجهة للغوطة الشرقية شرقا، مستغلة وقف الأعمال القتالية، وسهل وقف الاقتتال الذي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي من وصول مساعدات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري إلى المناطق التي كان يصعب الوصول إليها، لكن القتال استمر في بعض المناطق بالبلاد. وأضاف لاركي بأن توصيل المساعدات سيستمر في الفترة القادمة، ونحن مستعدون تماما لاستغلال الظروف المواتية في تلك الفترة التي انخفض فيها القتال بشكل ملحوظ. قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس باراك أوباما سيقوم بزيارة غير مسبوقة لكوبا في النصف الثاني من الشهر الجاري. وأوضح الناطق باسم الإدارة الأمريكية جوش إرنست إنه خلال هذه الزيارة ينوي الرئيس مقابلة معارضين سياسيين، وسيتم تحديد لائحتهم من قبل البيت الأبيض، مضيفا بأن الرئيس أوباما سيلتقي بمن يريد وأن الحكومة الكوبية لن تتدخل بأي شكل، مشيرا إلى أن وزير الخارجية جون كيري سيرافق الرئيس خلال الزيارة. وبزيارته هافانا سيكون أوباما الرئيس الأمريكي الأول الذي تطأ قدماه أراضي كوبا منذ زيارة الرئيس كالفين كوليدج في العام 1928. قال المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك اليوم السبت إن تنظيم يخسر معركته ضد قوات تقاتل ضده من جوانب كثيرة في العراق وسوريا، وإن التركيز سيتحول إلى بسط الاستقرار في المدن التي تم استعادتها من التنظيم. وفي مؤتمر صحفي في بغداد أحجم المسؤول الأمريكي عن وضع جدول زمني يحدد موعدا لهزيمة داعش ومتى ستتم استعادة مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية، وهما المدينتان الرئيسيتان الخاضعتان حاليا، مضيفا أن تنظيم داعش يشعر بالضغط الآن من كافة الاتجاهات في نفس الوقت، وهذا الأمر سيستمر وسوف يتسارع. أعلنت الفلبين احتجاز سفينة كورية شمالية اليوم السبت عملا بقرار صادر من مجلس الأمن نص على تجديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ إثر التجربة النووية واختبار الصاروخ الباليستي اللذين أجرتهما أخيرا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية مانولو كويزيون بأنه لن يسمح لسفينة الشحن التي تبلغ حمولتها 7000 طن بمغادرة مرفأ شمال شرقي العاصمة مانيلا الراسية منذ 3 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تسفير طاقمها إلى بلادهم.
قال التلفزيون الكوري الشمالي اليوم إن الزعيم الكوري كيم جونغ أون أمر بلاده بأن تكون جاهزة لاستخدام أسلحة نووية في أي وقت وتحويل وضعية جيشها إلى هجوم وقائي في مواجهة تهديدات متنامية من أعدائها. وأضاف أن جونغ أون أكد على الحاجة إلى أن تكون الرؤوس الحربية النووية المنشورة للدفاع عن البلاد في وضع الاستعداد لكي يتم إطلاقها في أي لحظة. وأصدر التلفزيون صورا ثابتة لكيم وهو يشرف على التدريبات، ولم تذكر موعد التدريبات، لكنها قالت إن كوريا الجنوبية تقع في مرمى نيران الأسلحة الجديدة. سليل العائلة الحاكمة في كوريا الشمالية لا يأبه بأحد، فقد أرسل 6 صواريخ قصيرة المدى في البحر بعد ساعات من تصويت الأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة عليها ليقول للعالم أن القوة لا تتأثر برفع أيديكم علينا. كيم جون أون 33 عاما جاء للحكم بعد وفاة والده الزعيم كيم جون إل الذي حكم لمدة 19 عاما، وهم من سلالة مؤسس الدولة الكورية، والذي هو بمثابة الإله الزعيم كيم إل سونغ الذي حكم البلاد لمدة نصف قرن متبعا السياسة الاشتراكية التي لا زالت تحافظ عليها حتى الآن، والحكم بالحديد والنار. هذا الشاب الغريب يتحدى أعداءه ويحرج أصدقائه ويضرب عرض الحائط بكل ما يحاك ضده من مؤتمرات ومؤامرات، ويعلن بلاده امبراطورية عظمى تملك الصواريخ والقنابل وتحكم بالسياسة النووية. وقد سبق أن أطلق في بداية هذا العام صاروخا باليستيا يحمل قمر مراقبة اصطناعي، جاء هذا بعد مفاجأة القنبلة الهيدروجينية وتهديده لكل من يحاول الاقتراب من بلاده. لا تخلو سياسة الزعيم في الداخل من الجنون والقلق، خصوصا بعد إعدامه 3 من أصل آخر 4 جنرالات، ومنذ وفاة رئيس حزب العمال في أواخر العام الماضي لم يغادر كيم العاصمة علنا، مما يصعد احتمالات عدم سيطرته على الوضع الأمني، وهو محروس من قبل 150,000 عسكري، وتوجد كل أنواع الأنفاق والأماكن السرية التي يمكن أن يهرب منها. أعدم كيم جونغ أكثر من 15 مسؤولا إلى جانب قائد الجيش ومصمم مطار العاصمة وزوج عمته بتهم أغلبها تتعلق بالشك في الولاء والغموض من التصرفات، أو مثلا عدم ارتياح القائد لوجود من حوله. بهذه الطريقة ستكون كوريا الشمالية طرفا مهما في صراعات العالم الجديد الذي بدأت علامات التوتر تطفو على أوصال خريطته، ولا استبعاد لمواجهة عنيفة سيكون أبرز من يخوضها هذا الشاب المجنون. دعت هيلاري كلينتون إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة من المرجح أن ينظر إليها على أنها محاولة لكسب أنصار منافسها بيرني ساندرز في الترشيح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية. وقالت كلينتون: نحن الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تطلب من العمال الاعتماد على الإكراميات بدلا من الأجور. هؤلاء العمال يمكن أن يحصلوا بشكل قانوني على أجر ضئيل يبلغ نحو $2.25 للساعة، ولم يحصلوا على زيادة منذ 25 عاما، وهذا شيء مخجل حسب تعبيرها. مضيفة أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى $15 في الساعة على الأقل. وخاطبت كلينتون شريحة العمال بقولها: أريد منكم أن تعرفوا أن العمل سيكون له مقعد على تلك الطاولة عندما أكون في البيت الأبيض. أنتم تعرفون أن الرهانات في هذه الانتخابات لم تكن كبيرة على هذا النحو في أي وقت مضى. I call it a perversion, but under the tax code it's called an inversion. أكد تقرير حكومي قدمه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في البرلمان اليوم السبت بأن بكين خفضت نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 إلى ما بين 6.5 و7% من الناتج الإجمالي. وحددت الحكومة الصينية في عام 2015 هدف النمو بحوالي 7%، وحققت في النهاية نموا سنويا بلغ 6.9%، وهو الأدنى منذ ربع قرن. واستمر تراجع مؤشرات الاقتصاد في الأشهر الأخيرة في الصين وسط تدني الطلب والتجارة الخارجية وانكماش الأنشطة المعملية وركود الاستثمار في العقار، أحد أعمدة الإنتاج الإجمالي وفائض الإنتاج في المجال الصناعي.
والآن هذه جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. نهاية هذه النشرة، تذكير بالعناوين. قوات الجيش تواصل التقدم في المحور الغربي في بنغازي. ماتيو رينزي: لن نندفع إلى تقديم خطط عسكرية بشأن ليبيا. بان كي مون: مستقبل ليبيا على المحك. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net، بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. في أمان الله.